9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. أول مع الميدي تايا نصوص عرف تصور ما زال. شكون هو؟ رشيد. رشيد ما سمعتكمش ما سمعتكمش مزيان. رشيد 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 رفاق. رشيد رفاق. شكون مزيان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هاد مرة صمت فيه الله يعطيك غير بشويك. لا لا يا امان. خرجوني مار خليني بغاك الحمار. الفريت الفريت الزيت الزيت اتقليت اتقليت. سكتوا هاد الدراري الحمد لله. السلام عليكم. يلاه جا طاح معاك شويه. 04 05 09 هذه هي النمره ديالي. فوالا باش تكونوا واضحين الاخوان الانسان ما حدو هو كيسكتو هاد. دابا الاطفال الصغار فاش كيبكيو كاينين جوج الحالات، يا اما كيكون ما رضاش رضاها ولا مخمجها. هي راه خماجت كتكتامش ما عينش. الحمد لله حنا ما حدنا كنعيشو في الحياه وكنطيحو في لحظات حرجه خطيره جدا. ما يخالف ما يجاهل ما يماضر ما يفاضل. اخطر عارفين عارفين انا كاين اكلمها ما عليناش. رجعوا للموضوع. انسان قلت لك ما عندو كيعيش في حياته وكيطيح في لحظات حرجه خطيره. اخطر لحظه حرجه تكون داوي في شي واحد وطرطق حداك تسمع كل شيء. هذيك اللحظه كتستعمل كلمات سبحان الله العظيم. يلاه شفناك عمرك طويل. لحظه حرجه خطيره هي تكون دخلتي الحمام عمتي مزيان. ايوا الله ماشي مشكل. الميكرو الى افانترا غيزيدنا شويه السحوت. سكافانتي شويه زيت وهي مويه ديالي. فوالا كيف فيها دابا مزيان. اوكي فيقه اللي بنتي ديالنا ولا حتى معنا ولا حياتي. وحنا قلنا غات تصفيقات لقيتي لينا الديكس وشد معنا العباد. واش حنا دجاج ما عندنا قيوش؟ عرفتي دوك الرجاله الكبار اللي كيجي تليفون كيقرد لك الو ابراهيم وفي وراك ثلاث وعقب معاك البان وجيت ساكة وكتلقى ديما شي هادشي ودوك يخوف الله. ولا حنا راه داز داكشي في ترونشي. انا اون باس نرجعوا للموضوع ديالنا. اسمحوا لي انا راه ديت شي مشرمل. راه قلت لكم هنا نخرج لكم من هنا نقدر ندير لكم عيش او في اي لحظه نتظروا اي حاجه ما عليناش. اخطر لحظه حرجه خطيره تمشي الحمام تحمحم مزيان داك كيدير حتى هذا ما كيدخلش الصف راسك شي غدر كيدير صف. اي ضابيت ديالنا انت معاك انت حك ليها ماشي صف تسمع الطق ديال راس الظلم. تحمحم مزيان وتخرج وتلقى راسك فهمتي كتمساح وكذا كتلقى راسك نسيتي شي حاجه في الملابس الداخليه. جي با بوزوان دو تابيسري اللي كنت حكيت لك ماضي خرجتي معايا لطار انيتي خطيره جدا. وراك ما دانيك كنت عام وكتلبس سروال وكتخرج وداك كتحس براسك عريان. زيد الصوت واخا قالت لي في الصالون عندكم زيدنا الصوت. تحيه لاش اخ اللي قال زيد الصوت زيد الصوت. سكافاندري بلاتة سمحوا لي غنشرب الماء بزاف علال الحيوانات.